الضغط على روسيا. معي الآن الدكتورة صحر خميس، الأستاذة في جامعة ماريلاند الأمريكية. دكتورة صحر، أهلا بك ومرحبا. كيف تقيمين ما فرض في هذه الحزمة الأخيرة من العقوبات من واشنطن؟ ما مغزى أيضا أن تطال هذه العقوبات ابنتي بوتين؟ شكرا لكم على الاستضافة. بالفعل هي حزمة جديدة هامة من العقوبات الاقتصادية على روسيا. ينبغي أن نعطي المشاهدين الكرام فكرة سريعة عنها. هي تطال الابنتين الكبرتين للرئيس بوتين وزوجة وزير الخارجية الروسي لافروف وابنته أيضا وأيضا رئيس الوزراء الروسي، بالإضافة إلى الرئيس الروسي السابق وأيضا رئيس الوزراء الروسي السابق، بالإضافة إلى أكبر بنكين أو مصرفين تجاريين في روسيا. وبهذا يعتبر هناك الآن حالة من الشلل في ثلثي القطاع المصرفي الروسي بعد توقيع هذه الحزمة من العقوبات الجديدة. مغزى هذه العقوبات حقيقة أوضحها بشكل واضح وجلي الرئيس بايدن اليوم عندما تحدث عن أن هناك تنسيق مع الدول الغربية، خاصة مع الاتحاد الأوروبي ومع أيضا الدول السبع الكبرى، وقال أن العالم الحر والدول المسؤولة يجب أن تتصدى للعدوان الروسي وخاصة انتهاكات حقوق الإنسان وما أسماه أيضا بالوور كرايمز أو جرائم الحرب التي شهدتها مدينة بوتشا القريبة من العاصمة كييف. قال أن هذه العقوبات معناها أننا نريد أن تتكبد روسيا وتدفع ثمنا باهظا لعدوانها على أوكرانيا، بالإضافة إلى إيلام، استخدم هذه الكلمة، إيلام بوتين شخصيا وأيضا زيادة عزلة روسيا اقتصاديا. فكل هذه أهداف تريد هذه العقوبات الجديدة أن تحققها. طيب، ولكن على ما يبدو الكل يجمع على أنه الطريقة المثلى يعني إيلام روسيا هي بوقف كل واردات الغاز والنفط بشكل تام وفوري. هل هذا أمر قابل للتحقيق برأيك؟ يعني عندما يتعلق الأمر بذلك، نحن نعرف أن أمريكا اتخذت موقفا سابقا بقطع هذه الواردات من روسيا فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الأمر أكثر تعقيدا لأن هناك دول في أوروبا تعتمد على الغاز وعلى النفط الروسي بدرجة كبيرة. ولكن ينبغي أن نشير أيضا أنه أحد كبار المسؤولين الأمريكيين سئل سؤالا مباشرا، وهو هل ستكون هذه العقوبات الاقتصادية كافية لتحقيق بالفعل تحجيم الدب الروسي وتحجيم العدوان الروسي مع استمرار كما نعرف القتال في أوكرانيا والهجمات الروسية التي اعترف بها حتى الرئيس بايدن، قال حتى في كلماته نحن نعرف أن القتال ما زال مستمرا. ولكن هذا المسؤول الأمريكي قال، وهذه إجابة حقيقة أعجبتني كثيرا، لا يمكن أن يكون الحل حلا منفردا أو لا يمكن أن يكون هناك حلا واحدا فقط لهذه الأزمة المتشابكة، بمعنى أن حتى هذه العقوبات الاقتصادية المؤلمة هي مجرد جانب واحد فقط من الصورة المتشابكة والمعقدة، ولكن هناك مسارات أخرى مثل على سبيل المثال المساءلة والمحاسبة، خاصة الآن بعد ارتكاب جرائم حرب يجب أن يكون هناك مساءلة ومحاسبة، هذا ما أكد عليه الرئيس بايدن وإدارته. يجب أن يكون هناك أيضا مسار آخر تفاوضي ودبلوماسي في نفس الوقت يسير يعني بشكل متوازي مع كل هذه الجهود. نعم. وبالطبع بالإضافة إلى الجانب العسكري، ومن الجدير بالذكر أن أمريكا الآن صرحت أيضا ب100 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فكلها مسارات متوازية تأمل الإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين أن تؤدي في نهاية الأمر إلى تحجيم هذا العدوان الروسي على أوكرانيا. شكرا لك جزيل الشكر دكتورة صحر خميس، الأستاذة في جامعة ماريلاند الأمريكية.